ومستقيم. Alors, بالنسبة لفيلك ومستقيم عندنا ثلاثة الحالات ديال التقاطع خاصنا ندرسو ونشوفو اش من حالة عندنا في السؤال. Alors, الحالة الأولى أنهم لا يتقاطعان، يعني أن الفيلك والمستقيم إلا نديرو الفيلك S و المستقيم D لا يتقاطعان. يعني أننا إلا رسمناهم في إلا رسمناهم في المس ولا في الفضاء غادي تكون هنا عندنا الفيلكا والمستقيم دي بعيد كيدوز بعيد عليها وما كيتقاطعوش. الوغ في هاد الحالة هذا كيعني أن إمتى غادي يكون الفلك والمستقيم لا يتقاطعان؟ في حالة إذا كانت المسافة بين هنا باللوان أوميغا المركز ديال الفيلكا وبين المستقيم غادي تكون أكبر من R، لأن هذا هو الشعاع ديال الفيلكا. في هذه الحالة كتقول لنا أن دي أوميغا و المستقيم دي هذه أكبر قطعا من R. دونك نديرو هنا، هذا هو الشرط أن دي ديال أوميغا مع المستقيم دي أكبر قطعا من R. كيفاش غنحسبوا هذه دي اوميغا مع المستقيم دي؟ غادي نشوفوا خاصيه في الدرس ديال الجداء المتجهي كيفاش كنحسبوها. الحاله الثانيه ان دي ديال اوميغا يعني المسافه بين اوميغا المركز ديال الفيلكا والمستقيم دي تساوي ار. الوغ في هذه الحاله اش غادي يكون؟ غيكون المستقيم دلتا مماس للفيلكا في نقطة وحيدة. يعني ان المثال ديالها تكون ان الفيلكا المستقيم غادي يكون مماس ليها فواحد النقطة وحدة بحال هكا. دونك يتقاطعو في نقطة وحدة اللي هي هاد النقطة هادي. غادي نشوفو كيفاش غنحسبوها. بطبيعة الحال عندنا المركز أوميغا وبطبيعة الحال الشعاع ديالها هو إر. ألوغ هادي الحالة الثانية، دونك يا إما لا يتقاطعان يا إما يتقاطعان في نقطة وحيدة، في هاد الحالة المستقيم هو مماس للفيلك في نقطة، أو لا الحالة الثالثة أن دي ديال أوميغا بين أوميغا والمستقيم دي تكون أصغر قطعا من R، يعني المسافة بين المركز وبين المستقيم تكون صغر من R. في هذه الحالة المستقيم دي يخترق الفيلكا
في نقطتين. دونك غادي يكون عندنا جوج ديال النقاط مثلا ا و ب. اوكي الا شفناها في الفضاء غادي تكون عندنا الفيلكا المركز ديالها اوميغا ثم المستقيم مثلا غادي يجي من اللور غادي يخترقها من واحد النقطة اولا من اللور ديال الفيلكا ثم غادي يخرج من نقطة لقدام ديال الفيلكا يعني مثلا هذه غنسميها نقطة A وهذه غادي نسميوها نقطة B. دونك بحال الا خدينا واحد التفاحة ودخلنا فيها واحد القطيب نتفاحة ودخلنا فيها قطيب دونك من الجهة غيدخل دخلنا من اللور وخرجنا من القدام دونك غادي تكون بحال هاد الشكل هذا. دونك كيدوز من نقطتين تقاطع وحده هنا وحده اللور ديال الفيلكا. الوغ السؤال كيفاش نحددوا هاد النقاط ديال التقاطع منين كيكون تقاطع ومنين تيكون تقاطع. اون فيت سي اسي سامبل باش نحلو لتحديد نقط التقاطع نحل نظمة. الوغ اشنو عندنا في النظمة؟ غادي يكون عندنا فيها جوج الحوايج. غادي تكون عندنا اولا معادلة الفيلكا ثم غادي يكونوا ثلاثة ديال المعادلات ديال المستقيم. معادلة بطبيعة الحال بارامترية لمستقيم بارامترية هذا للمستقيم دي وهذه للفيلكا اس. وغادي نحلو هذه المعادلة اولا نحلو هذه النظمة وغادي تعطينا واش كاين تقاطع واش التقاطع مجموعة فارغة او التقاطع هو نقطة واحدة غادي نعطيو الاحداثيات ديالها او لا هو جوج ديال النقاط الاحداثيات ديال الاولى والاحداثيات ديال الثانية. الوغ ناخدو مثال مثال هل الفيلكا ذات المعادلة S X ناقص واحد أس اثنان زائد Y أس اثنان زائد Z ناقص جوج الكل أس اثنان يساوي سبعة و المستقيم دي بحيث المعادلة ديال دي معادلة بارامترية على الشكل x يساوي واحد ناقص ك y يساوي جوج زائد جوج ك و z كيساوي ك حيث ك ينتمي الى R يعني واش هاد الفيلكا وهاد المستقيم هل يتقاطعان. حدد نقط التقاطع يعني الى كيتقاطعوا نحددوا هاد نقط التقاطع. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو الفيلكا الاولى غادي ناخدو الفيلكا معادلة الفيلكا والمعادلة ديال المستقيم وغادي نحلو النظمة
غادي ندير هنا نديرو لنحل او لا نشرح شنو كنديرو لتحديد نقط التقاطع سوف نحل نظمة معادلتي S و D شنو هي النظمة نكتبوها هنا دونك عندنا فيها X ناقص واحد أس اثنان زائد Y أس اثنان زائد Z ناقص جوج أس اثنان يساوي سبعة وعندنا X يساوي واحد ناقص K عندنا Y يساوي جوج زائد جوج K وعندنا Z يساوي K خاصنا نحلو هاد النظمة اللي فيها المتغيرات عندنا X و Y و Z وعندنا K يعني عندنا ربعة ديال المتغيرات وعندنا ربعة ديال المعادلات اذا نقدروا نحلوها ونقدروا نخرجوا اكس واي و زد و ك الوغ باش نخرجوها كيفاش غادي نديرو دونك معادله 1 2 3 4 الوغ اسهل طريقه باش نديروها هي اننا نعوضوا المعادله 2 3 4 نعوضوها في المعادله 1 يعني غادي نحيدوا هاد الاكس هذا ونعوضوه بواحد ناقص ك نعوضو Y بجوج زائد جوج K نعوضو Z بK نحلوها غادي نخرجو K شحال كيساوي من بعد نلقاو X و Y و Z دونك غادي نديرو نشرحو شنو كنديرو نعوض X Y و Z في المعادلة واحد يعني في هادي انطلاقا من المعادلات جوج ثلاثة وأربعة أشنو غادي تعطينا نعوضو إكس غادي يعطينا إكس هو واحد ناقص ك واحد ناقص ك ناقص واحد كل شيء هادشي أس اثنان زائد إيكغيك غادي نعوضو بجوج زائد دو ك هادي أس اثنان زائد زد غادي نعوضوه بك دونك غادي تولي ك ناقص جوج كل أس اثنان يساوي سبعة دونك عندنا إكس و إيكغيك و زد مبقاوش بقات عندنا فقط معادلة فيها ك كيبان لينا هنا عندنا واحد وناقص واحد غادي يمشيو غيبقى لنا فقط ناقص ك أس اثنان هو ك أس اثنان هذه متطابقة هامة نخرجها أ زائد ب لكل أس اثنان هي جوج أس جوج هي أربعة زائد جوج في جوج في جوج ك جوج في جوج هي أربعة في جوج ك هي ثمانية ك زائد جوج ك أس اثنان هي أربعة ك أس اثنان ك زائد ك ناقص جوج أس اثنان متطابقة هامة رقم جوج هي ك أس اثنان ناقص جوج في جوج يعني ناقص أربعة ك زائد جوج أس اثنان هي أربعة يساوي سبعة نقدرو نجمعو ك أس اثنان مع أربعة ك أس اثنان مع ك أس اثنان غيعطونا ك أس اثنان نقدر نجمع 8 ك مع ناقص 4 ك غادي تعطينا زائد 4 4 ك وي
هكا عندنا 8 ما نسينا حتى شي حاجه 8 هكا وهنا عندنا ناقص 4 هكا نو مزيان دونك 8 هكا ناقص 4 هكا هي 4 هكا ثم بقات لينا 4 هنا و 4 هنا الوغ 4 زائد 4 هي 8 7 الوغ هادشي كلشي كيسوى 7 دونك عندنا 6 كا أس 2 زائد 4 كا زائد 8 ناقص 7 يساوي 0 8 ناقص 7 هي 1 إذا عندنا 6 كا أس 2 زائد 4 ك زائد 1 يساوي 0 اذا عندنا معادله من الدرجه الثانيه ديال ك من الدرجه الثانيه دونك نقدروا نحسبوا دلتا الوغ دلتا هو ب مربع ناقص 4 ا سي ب هو 4 اذا 4 اس 2 ناقص 4 في أ هو 6 و C هو 1 دونك ناقص 4 6 في 1 4 أس 2 هي 16 ناقص 4 في 6 هي ناقص 24 في 1 هي ناقص 24 16 ناقص 24 هي ناقص 8 إذن لقينا أن دلتا أصغر من صفر إذن المعادلة هذه نسميوها نجمة يعني هي هذه من الدرجة الثانية ليس لها حل في R إذن بما أن هذه المعادلة هذه ليس لها حل في R إذن هذه المعادلة هذه حتى هي ليس لها حل في R بما أن هذه ليس لها حل في R إذن هذه النظمة كلها هي ليس لها حل في R إذن ليس للنظمة حل في R أشنو كيعني أنه ليس لها حل حل في R يعني النظمة فيها المعادلة المستقيم D مع في الـ KS بما أن ما عندهاش حل كيعني أن هاد الجوج هادو ما كيتقاطعوش يعني أن S في الـ K أو للمستقيم D لا يقطع في الـ K إذن المستقيم D لا يقطع الفي الكا اس بطبيعة الحال تصورنا مثلا ان هاد الدلتا هادي خرجت لنا موجبة ندير هنا فقط بين قوسين لو كانت دلتا موجبة كانت غادي تعطينا مثلا جوج ديال الحلول غتعطينا كا واحد يساوي وكا جوج يساوي وهاد الكا اللي عطاتنا غادي ناخذوه وغادي نعوضوه في هاد المعادلة جوج وثلاثة وربعة يعني غادي نعوضها تعطينا واحد ناقص كا واحد هنا جوج زائد جوج كا واحد هنا كا واحد وغتعطينا النقطة الأولى ثم غادي ناخذو كا جوج نعوضو كا جوج هنا وكا جوج هنا وكا جوج هنا وتعطينا النقطة الثانية يعني إلا خرجتنا كا واحد وكا جوج هذا غادي يعطينا نقطة ا ذات الاحداثيات غادي نحسبوهم باستعمال المعادلات وهذا غادي يعطينا نقطه اخرى اللي هي النقطه ب حتى هي الاحداثيات ديالها غادي نخرجهم باستعمال المعادلات 2 3 4 دونك هذه الحاله الا كانت دلتا اكبر من صفر لو وجدنا ان دلتا يساوي صفر
الوغ في هاد الحالة غادي يكون عندنا حل وحيد هو ك واحد جوج، غادي نلقاو شحال كيساوي. ثم انطلاقا من هاد ك واحد جوج غادي نجيو ونعوضوه هنا وهنا وهنا، اللي غادي يعطيونا نقطة ديال التقاطع اللي في هاد الحالة غادي تكون نقطة وحيدة. يعني هنا غادي يكون عندنا دي يخترق اس، هنا دي مماس لي اس. والحالة اللي لقينا هي ان في التمرين هي ان المستقيم دي لا يقطع الفلكة اس. إذن هذا الحالات لنا.